مين فينا لما ارسنال رجع لورا ما كانش عارف ان ارسنال هيلبس التعادل؟ ومين فينا لما ارسنال لبس التعادل ما كانش عارف ان ارسنال هيلبس الهدف الثاني كده كده اساسا؟ لان مايكل ارتيتا بيقرر ان هو يرجع ورا في اوقات غريبه جدا، بتبقى عايز تفهم ليه ارتيتا قرر يرجع 20 ياردة بالفريق بطريقه مبالغ في امها. يعني ليه؟ ليه انت قدامك فرقه زي ايفرتون عندها مشاكل كتير جدا، كالفرت الوين غايب عنهم، ومع ذلك انت بسم الله ما شاء الله بتلعب جيم دفاعي من اول ما جبت الهدف الاول في نهايه الشوط الاول اللي انت ما كانش ليك اي شكل هجومي فيه. ربنا كرمك، والكره الوحيده اللي رحت بيها على مرمى ايفرتون سجلتها كره عرضيه لعبها كيرن تيرني اللي ورا اوديجارد حطها مره واحده. نخش بقى ونسجل الهدف الثاني. لا، هدف ثاني مين؟ احنا كده كده متعودين بنسجل الهدف الاول نرجع ندافع نلبس الجون نخش في الجيم نهاجم ثاني. طب ليه يا ابن الحلال كده؟ انا عارف انك مش عارف انت عايز تعمل ايه، وعارف انك عملت فرقه كويسه ومش عارف هتنيل بيها ايه، انا معاك في كل ده، بس معاك برضو انك لما تحط تشاكا وبارتي اعرف ان هما المخزون البدني بتاعهم مش هيكفيك 90 دقيقه، لدرجه ان هما لما تطلب منهم وجبات دفاعيه الشوط التاني هيعملوا وجبات دفاعيه دي زي ما انت عايز. عندك لعيبه بتتخض من الجمهور بتاع الفرقه المنافسه، فاللعيبه دي ما تخليكش تلعب ماتش دفاعي في اللحظات الحاسمه. انا عارف، وعارف كمان حاجة مهمة، إن التحكيم بيقف ضدك. التحكيم متعنت أرسنال الفترة الأخيرة. التحكيم الكرة بتاعت توماسيو وجوديفري دي تستاهل طرد، جوديفري لازم يطرد فيها بس ما اطردش. طب في ضربة جزاء لأرسنال بعد ما ايفرتون ما تعادل؟ لا، ما تتحسبش. طيب انت كان شكلك ايه في الملعب؟ ما كانش ليك اي طلب من بعد ما جبت الجون، دخل فيك جونين من ريتشارلسون والجونين الفار قال لك خلاص يا عم مش انا ظلمتك، خلاص انا بجيب لك حقك والجونين اوف سايد اهم، تلعب بقى وتقدم كره. لا، ريتشارلسون يجيب الجون وبعد كده يخش في الجيم، وبعد كده في اللحظات الاخيره دي ماراي جري يسجل الهدف الثاني علشان خاطر نقعد نتفرج. الله، جميل قوي الجون ده، ده جري والله، احنا بنحب الكره وبس يعني صعبان علينا ارسنال بس الجون حلو قوي بصراحه. هل ارسنال استحق ان هو يطلع بالثلاث نقاط النهارده قدام ايفرتون؟ لا اطلاقا، ارسنال استحق ان هو يخسر عن جدارة قدام ايفرتون حتى لو اتظلم تحكيميا. هل ايفرتون يستحق ان هو يطلع كسبان بالثلاث نقاط ورافا بينيتيز يحافظ على نسب بقائه في الفريق؟ بصراحه استحقوا، بصراحه استحقوا جدا، عملوا شوط تاني عظيم جدا، في حين ان ارسنال الشوط التاني كان سايبهم واقف يتفرج عليهم. شوط تاني ايفرتون عمل كل حاجه في عالم كره القدم، شوط تاني ايفرتون يتدرس، ايفرتون يستاهل ان هو يطلع كسبان الثلاث نقاط. وفي الاخر عايزين نفهم هو ارتيتا كان عايز يعمل ايه، وهل اوباميانج امتى ممكن يسجل؟ يعني اوباميانج في اللحظات الاخيره 2-1 الكره بتجيلك في السته نسجل نجيب التعادل؟ لا نضيع، يعني ما بنسجلش والكلام الفاضي ده، مش فاهم لكم في جمهور ارسنال يا جماعه، الموضوع متعب نفسيا جدا 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 لاي حد بيشجع ارسنال، كان الله في العون والله. اما رامز ديل وتصدياته الخرافيه ما كانتش موجوده النهارده، ده الجونين حرفيا لرامز ديل والعيال اللي رامز ديل يعرفوا يطلعوهم. هارد لك لكل جمهور ارسنال، وان عجبك الفيديو فاعمل لايك، وان ما عجبكش فبراحتك، اعتبر انك بتتفرج على عبقريه مايكل ارتيتا 90 دقيقه، فجت على الفيديو.